برنامج جديد وحلقة جديدة. واليوم يا جماعة راح يكون عندنا تحدي تجميع ألوان الرسم أو أقلام التلوين. ببساطة هي فكرة اللعبة. اسمعوا لايك واشتراك معنا في القناة وخلنا نجرب مع بعض لعبتنا اليوم. وكالعادة احنا دائما نجرب ألعاب مختلفة. فإذا ببساطة احنا راح نمشي بالطريقة هذه ونحاول ان احنا نجمع لنا مجموعة من الألوان بالطريقة هذه. ليتس جو. اوكي تعال نجي هني نجمع 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 منهم قد ما نقدر. ايوه خلنا نحاول نجي هني نشيل هذيلة. حلو شلناهم كامل. تالي ايش راح يصير؟ وات اقدر اجي وارسم اي رسمه ولا اوكي ارميهم راح يطلع لنا رسمه في النهايه. اذا في فكره في الاخير راح تصير معانا. فالحين هذا اول ليفل عندنا من اللعبه خلصنا من هني. فاحنا راح نحاول نجمع اكبر كميه من الاقلام علشان تالي نحاول نشوف وش الرسمه الاخيره اللي راح تكون موجوده في اللعبه. او في بعض الاشياء قاعد اضيعهم انا. زين كسرنا هذا لازم نكسر بالطريقه هذه. ايوه جمع تمام. ارمي الاقلام ليتس جو. كسرنا في اشياء طاحوا. اوكي وصلنا هني. يلا ارمي يعني 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 ما زلنا لحد الحين. امونغاس هذيلا اتوقع امونغاس يا جماعه اتوقع والله اعلم من امونغاس يعني هذا اللي استوعبته. خلاص عطني فلوسي لان استاهلها. الحين في مفروض في شيء اسمه تطوير فبخلي يزيد العدد حقي. اوكي العدد الاقلام اللي راح اخذهم راح يزيدون. شو القلم هذا؟ اوه اقلام ناريه نايس. لا طاحوا. هات هات او في مكان روحه. ايوه هات صفتين صاروا. اوكي ارمي اخذنا اكبر قدر ممكن منهم. والحين اتوقع بنقدر نكمل الرسمه كامل. لا باقي بعد اخر دفعه اقلام نجمعهم ونقدر احنا نكمل الرسمه كلها. خلنا ناخذ الحين فلوسنا 75 وهذا قلم من الأقلام الجديدة اللي أخذناهم أو ما أقدر أخذهم الحين للأسف. أزيد هذه مشينا. أيوة خليك هني في النص. ضاعوا علي شوي. أيوة تعال هني تعال. زين كسرناهم نايس. جمع بعد. أيوة حاولت والله. اكسر والحين ارمي على المكان هذا والمفروض كملنا. يس اول رسمه الحين عندنا كملناها. الحين بنروح للرسمه الثانيه وعندنا كم قلم زياده فبنستخدمهم. ما ادري راح تكون رسمه شنو هذه. بس كم فلوسي اعطوا؟ اعتقد بيعطوني 100 بعد شوي. حلو ضغطت ايش يصير؟ ما يصير شيء. المهم اعلنا ناخذ فلوسنا 184. خلينا نختار هذه اللوحه. هي اول لوحه من اللوحات اللي فتحناهم في اللعبه. ايش فيني؟ اتوقع مين نغير البرواز حق لا خلهم نفس ما هم. اوكي يلا مشينا. الحين معاي 100 بزيد هذه بزيد. اوكي ما اقدر ازيد اكثر. 6 اشياء اللي احس انها ممكن تفيدنا حاليا. جمع جمع وهات القلم الجديد. قلم جديد اتوقع ممكن انه يفيدنا في الوقت الحالي. و اوكي نايس. ها شنو هذا؟ جمعت اكبر قدر منكم من الاقلام بس هي بعد نسبه كبيره من الاقلام راحوا علينا. المهم ارمي 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 كل مكان ارمي كل مكان. حاولنا نطلع شوي من الرسمه بس بعد تقريبا ما بان منها اشياء واجد. نعدي الموضوع 188. القلم حد 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 رهيب بس حسافه ما نقدر ناخذه فراح علينا. اوكي ما كملنا ما كملنا لو حل حد الحين. في فلوس بعد اتوقع نقدر نحن نجمعهم هناك. ما يمدينا نلف ولا كان اكيد كنت راح الف واشوف وش صار. اوكي ادي على جنب. اوكي زين ارمي. ايوه يلا نشوف. كأن خيل. كأن يا جماعة رسمة خيل ولا أتوقع كأن رسمة خيل. خلنا نحاول نشوف الحين. خلنا ناخذ فلوسنا. أوه صار عندنا فلوس كثير نايس.
بطن امورنا اكثر. قلم جديد اكسر امساح تمساح ثاني اوكي ما ادري ايش صار انتبه ما حصلنا اقلام كثير هني في اقلام بعد ما يعني او يا عرم زين عرم زين بس ما اتوقع نكمل خلينا نشوف مع بعض اللوحه نقدر نكملها يلا باقي بعد اتوقع جوله واحده ونقدر ان احنا نكمل اللوحه حقت الخيل هذه ف شين الحين اللي بعده اخيل ولا كلب دقيقه كانك كلب كانه دقيقه ارجع مره ثانيه من جديد ضفته بالغلط يلا ما عليه هلا هذيلا اقلام ترى بس محطوطين بطريقه شوي محطوطين بطريقه شوي صعبه ايوه اللعبه تغيرت شوي صارت اصعب زل هذيلا ما له داعي ما عليه جمعنا اللي نقدر عليه خلنا الحين نرمي الالوان اللي عدنا وكملنا هذا كلب ايه هذا اي شو اسمه حق العمله الرقميه يا جماعه دوغ ف خلونا الحين اخذ فلوسنا ونجي هني نفتح هذه فتحنا الحين لوحه جديده نشيل الثلاثين وندخل الليفل اللي بعده شفتوا كيف يا جماعه في افكار رهيبه فعليا موجوده في اللعبه ايش صار لا خسرنا اللي جمعناهم ما له داعي زين يكسر غصب بيكسر هذا راح زين ما اعرف يا اخوان خسرنا كثير وندخل للوحه اللي بعدها اوكي هات الحين الفلوس كامل عطنا وروح دقيقة 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 كمل لا أبى أجمع زيادة دقيقة عم المكان هنا صعب حدا صعب ذاك المكان جمع 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 شوفوا كيف الحين صار عندنا أقلام كثير أشوى 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 ما كنت بخسر الأقلام حقتي بنخسر هني كم واحدة ونرجع نرسم الرسمة هذه بقرة واضح انها بقرة يا جماعة يعني هذا اللي باين عندي انزين نو ثانكس خلنا ناخذ لنا شوية فلوس وندخل اللي بعده بعد ما اقدر اضيف هذه يا ليل تبى اضيفها اوكي 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 خسرنا شوي اكسر هات اكسر انزين 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 الحين وين جينا هني الجماعة اللي تقدر عليه وارمي وعط اللوحة على طول خلنا نشوف مع بعض هي كيف راح نقدر ان احنا نكمل والله ترى باقي لها اشياء واجد بس عندي فضول ان انا اكملها صراحة خاطري ان انا اكملها ابى اشوف وش راح يكون الشكل النهائي بالنسبة لها عندي فوق ما ادري حبيت اللعبه شوي شي قاعد ارجع وجهي ما ادري هل مثل العاب الراحه النفسيه يمكن نيكست ضيف هذا ضيف هذا يلا المفروض ان احنا نقدر نجمع افضل نايس لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ايش السالفه ايش السالفه كنز اوكي ارمي هني هات ثلاث صفات واو أول مرة ثلاث صفات زين قاعد أحاول أرمي بطيء كملناها نايس خلاص خلصت فضولي باقي قلم واحد أرمي في أي مكان عادي رميناه فخلص الحين فضول حقي ان انا اشوف اللوحه هذه وتكون موجوده وعجبتني اللعبه وممكن انزل منها حتى حلقات اكثر لانها حلوه صراحه خلاص نجي هني ونحط اللوحه حقتنا
وناخذ فلوسنا. فجماعة هذا مقطع بشكل كامل، زر اللايك والاشتراك، ونشوفكم على خير إن شاء الله مقاطع أخرى من اللعبة والألعاب ثانية. مع السلامة. اللايك أمره مهم، طق ولا تهتم، انضم لجيشنا الخرافي اللي يقال عنه فخم، يسيطر على أمم، هذا جيشنا يا عم، والأسيار أسطورة تتناقل على كل فم. اشتراكك تنضم وهذه أسهل وسيلة، قناة للصغار والكبار وتعتبر جميلة، تقدر تشترك في لحظة تراهي ما هي حيلة.